مساء النور، بسعدني التقي فيكم بحلقة جديدة من مرايا. لا تغني بصوتها فقط، بل بعينيها ويديها وأذنيها وخلاياها. هذا النسيج الصوتي الصاعد من تراب الوطن يجمعنا به جسد واحد وروح واحدة. ماجدة الرومي، فراشة المهرجانات وبراءة الأغنية، تنقلنا إلى خارج الفراغ، إلى ضياء الخارج، إلى الما وراء. على أهم المسارح في لبنان والعالم أثبتت أنها الأغنية الشغف والحنين. عندما تغني لا تغني وحدها، بل كأن جماعة تغني معها، فتتحول إلى إيقاع تحركه الأصالة والإبداع، وتنفجر الذات لتجرف معها بقايا التقليد والاستهلاك. تغني لا لتطرب، بل لترى وتدرك ما يحيط بها، لتصل إلى أعماق الجمهور وتشرق كما الشمس. تبحث عن الرمق الأخير من إحساسها، عن أمل جديد وتجربة جديدة. رمز لجيل جديد يفتش عن الأغنية الجديدة الراقية في عيون العشب والزهر والشجر، في عيون المرأة والطفل والرجل والشيخ، في عيون المحتاجين والفقراء والبائسين، في الأزقة والشوارع، باختصار في كل مكان وزمان. فمن عم بحلمك إلى عم يسألوني عليك الناس وكلمات، إلى لا تغضبي وسق القناع، من قصيدة قانا إلى مع جريدة، إلى من لما التقينا صار عنا وطن، مسود الليل وشو بحب أسهر كون أنديلك. عاشت التجربة بكل صدماتها وبكل لحظاتها، وسلكت منح تدمير اللغة الغنائية الاستهلاكية الأخذة في الانتشار كالوباء. ماجدة الرومي هي الصوت والصورة، المرأة والمرآة هي لعبة المرايا. شعرت أن عليها أن تجيب وتستجيب ولا تسأل، أن تقرع الأبواب والأجراس، وقد تحولت كلها إلى ابتسامة، وبات ظلها على وجوهنا وقلوبنا وشاحا وموشحا، وما عاد في حدا بيعبي مطرحة بالقلب. كل ليلة تغني فيها ماجدة الرومي تصبح من أجمل ليالي عمرها، وتشتعل في لياليها المدرجات بالأضواء، وتطير في الأجواء بالونات الفرح. ماجدة الرومي ابنة مخلصة، زوجة ناجحة، أم عظيمة، وصديقة وفية. أنشأت عائلة مميزة، وتعاملت مع جمهورها تماما كما تتعامل وعائلتها. أحبت جمهورها وأحبها، ولم تكن تتوقع أن تصبح رمزا من رموزنا وفصلا جميلا من فصولنا. في بداياتها صعدت كما يطير العصفور في طيرانه الأول بفرح الاكتشاف وشعوره بالحرية المطلقة، ومن دون أن تقرع فتحت البوابة وخطت خطواتها الأولى قبل أن تقفز قفزتها إلى فردوس الأغنية. وما وصلت إليه كان أبعد بكثير مما حلمت به، وكانت حاضرة بكثافتها كلها، وما اقتربت يوما من حقيقتها بقدر ما اقتربت في يومنا هذا. ماجدة الرومي قدرها أن تحمل صليب الأغنية، أن تصير المرأة المرآة والمطربة بامتياز، تحطم أصنام الأغنية الساقطة لتعبد الإله الواحد للخلق والإبداع، وتكون هي من الخالقين. ماجدة الرومي مسيك بالخير. يا أهلا فيك. وبرحب فيك ضيفي عزيزة ونجمي ساطعة، رح تضوي الليلة أكيد سهرة أو أمسية مرايا. مرسي. لو كان صوتي حلو كنت استقبلتك بغنية. قلت أحلى. أهلا وسهلا فيك، هذا قليل عليك. الليلة نحن وياك سهرانين، ورح تكون رح نحكي كتير، رح تكون الكلمات هي مرافقتنا بما أنه لقائنا محور الكلمة. برأي ماجدة الرومي الكلام بعده بينفع بهالأيام؟
لا ما بعتقد كتير، لأن الناس تعبوا من الحكي، صاروا بحاجة لأفعال. يمكن كل يوم الكلمة اليوم يمكن بتسليهم، يمكن بتفش خلقهم، يمكن بتخبرهم شو عم بصير، بس ما بتقدر تقدم لهم برأيي اللي هني بحاجة لإله، ولا بتقدر تغير المعادلة. ما قدرت تعمل هيك بسنين الحرب، وهلأ أكتر من أي وقت مضى بشعر إنها محبوسة بالظروف اللي عم نعيشها. إلى أي درجة برأيك الأغنية اليوم بتخدم الوطن والناس والإنسان؟ بتخدم كتير، المهم ينفتح لها مجال وتنحط بظروف مناسبة لحتى تقدر تفعل فعلا بالناس. القضية الفلسطينية شغلت العالم كلياته طوال 50 سنة، أكثر من نصف قرن. بنظر ماجدة رومي هل القضية ماتت؟ لا، أنا ما بعتقد إنه القضية الفلسطينية بتموت. طالما في ولد بيخلق بفلسطين بيمسك حجر بدافع عن أرضه، أنا ما بفتكر هاي القضية بتموت. مع إنه نحنا كليتنا هو كل شيء بيقتلها كل يوم. إذا عم نحكي عن حالنا نحنا بدءا من إحساسنا بإحساسنا اللي مات تجاهها، وصولا للمفاوضة على كل شيء من حواليها من عدا هي. مع إنه هي مش بس أرض للفلسطينية، يعني هي أرض مقدسة إلنا جميعا وإلنا فيها قد ما الفلسطينيين نفسهم إلون فيها. واللي صاير فيها هي مثل الواحد عنده شي جوهرة ثمينة وانسرقت وبعدين انعرضت للبيع ودوبل سعرها. ولما اجوا ناس ياخدوها صارت المفاوضة عم بتصير على السعر اللي زاد عليها مش على الأساس. يعني اللي أخدوها هني مش بس ربحانينا هي كجوهرة جوهرة، يعني أخدينها هي وحبة مسك فوقها، وهي مأساة. يعني امبارح فلسطين، اليوم لبنان، بكرة ما بعرف مين. ما بعرف قدي عم نحس نحن بهالأشياء فعلا من حوالينا. كيف شايفة بكرة؟ يعني أنا ما بشوفه حلو، على الأقل مش للمستقبل القريب. بس نحن مين نحن بتاريخ الزمن؟ يعني 20 و30 و50 و100 و200 سنة، هدول مش مهمين تاريخ الزمن. نحن اللي رايح علينا يمكن، بس أكيد بدها تيجي أيام أحلى، بس يمكن مش بالمدى القريب. أنا بشوف هالشي بصير بمدى بعيد. العالم العربي اليوم هو عالم مجزأ ومقسم. برأيك أنت الأغنية هل ممكن توحده من جديد أو تعيد شمل العالم العربي؟ مثل ما قلت قبل، أنه المهم ينفتح لها مجال، أنه ما تطغى عليها الأغنية التجارية الاستهلاكية، أنه تنحط بشكل أنه يكون في إلها كل الرهجة وتتوفر لها الظروف توصل لكل العالم. شو برأيك الموضوع اليوم المفروض يحاكي العالم العربي أو الأمة العربية كلياتها؟ شو قضيته؟ أنا بلاقي إنه العالم العربي كله مستهدف، وإنه إنه مستهدف بكل شيء. بس أكتر شغلتين برأيي إنه هو مستهدف فيهم ثرواته وذكاء. بعد ذكاء أهم من ثرواته، يعني برأيي يعني تعرض لعملية تسطيح لفكره، وهي كارثة. هاي شغلة رهيبة، ما بعرف قديش العرب حاسين بهالشي. أنا من بيتي بحس هيك، بشعر بهيك، عدا استغلال ثرواته. وشايفي الأشياء سوداء، يعني الخير مش لقدام. على المستقبل القريب والبعيد إيه، بس مثل ما قلت لك إنه مين نحن بتاريخ الزمن؟ نحن هيك شي حبة رمل على هالشط الواسع، أكيد لتجي أيام تكون أحسن. مش على أيامنا؟ لا، ما بقدر أوعدك هالشي. ما أنا مش شايفة هيك هلأ. يمكن الأشياء تتغير، يمكن أنا ما معي حق، يمكن أنا ما بفهم بالسياسة. بقول أنا ما بفهم بالسياسة، بس بقول إنه التاريخ بعيد حاله. يعني مين منا ما بيقرأ تاريخ؟ أنا بشوف كل شيء نعمل وصار عم بصير مثله، بس بغير سيناريوهات غير سيناريوهات غير سيناريوهات. بس النتيجة كانت على طول نتيجة إيجابية بالآخر. بتاخد سنين المسألة، ما مش قصة يوم ويومين، يعني بتاخد سنين المسألة. بعد ما غنت للملك فاروق تغنت سيدة أم كلثوم بعهد رئيس عبد الناصر. هذا مثل حبيت أذكره. تقطع عليك هالسؤال، إذا كنت مع أنه الفنان تقدر يخدم قضية معينة،
عليه انه يمشي حسب التيار او يتقيد بقناعاته؟ لا اكيد عليه انه يتقيد بقناعاته. هلا انا ما بعرف شو كان ظروف السيده ام كلثوم، يمكن كانت مضطره تعمل هيك، يمكن كانت مقتنعه، يمكن ما بعرف، ما بقدر احكم على هالشيء طالما انه انا ما معي كل المعطيات بايدي. بس اللي بيتعلق فيي انا بشوف انه الفنان لازم يعمل قناعاته، لانه الناس امانه بين ايديه، وما بيجوز الاساءه بالتصرف بالامانه. ماجد الرومي حققت شعبيه واسعه وشهره ساحقه عن جيل الشباب عندما بدات باطلاق الاغنيات الوطنيه بهديك الفتره، انا عم بحكي بال 89 90 91، حفلاتك بكافه المناطق اللبنانيه وحفلاتك بباريس ولا سيما بباري دي كونغري واولمبيا كان دليل كافي على شيء. وقتها كل فئه من الفئات الموجوده بالاراضي اللبنانيه وكل تيار من التيارات المختلفه كانوا كتار بهديك الايام نسبت على الاناشيد الحماسيه والاغنيات الوطنيه إلى وخاصه التيار العوني يلي شكل اعلى نسبه حضور بحفلات ماجد الرومي بباريس بالباري دي كونغري. السؤال اللي بدي اطرحه عليك هون، هل انت غنيتي للعماد ميشيل عون؟ انا غنيت لسيدة لبنان وغنيت لتحرير ارضه. في كتير ناس هني مع هاي المبدا، او هني شجعوا اغنيتي او هني تبنوا هالاغنية هاي. نحن ناس التقينا على نفس الطريق، على محبة لبنان. ما كان بهم لا نحن، لا انا مين انا ولا هني مين هني، كان الهدف هو، ولا مرة ما كان الهدف نحن. هدف جميع الأقطاب السياسية بلبنان وخارج لبنان كان أولا وأخيرا لبنان وسيادة لبنان وسيادة لبنان. هيك بيقولوا. بس كل واحد فهم السيادة على ذوقه يمكن، أو كلهم يغني على ليلى. بالفعل بالفعل. هل ماجد الرومي مع الغناء لنظام أو لرجل معين؟ أنا مع الغناء للأرض، وأنا لما بقول لك مع الغناء للأرض يعني كل شيء فيها وعليها. الناس هني جزء من الأرض، أهالينا، بيوتنا، مستقبلنا، ماضينا، كله جزء من هيدا الأرض. أنا غنيت للأرض وهي اللي بتهمني بالأول وهي بتهمني بالأخير، وحلمي الأول والأخير إني شوفها حرة، وإن إني شوفها سيدة قرارها. بس ما جاوبتيني على سؤالي، هل أنت مع الغناء لرجل ولا نظام؟ إذا بقتنع بالمستقبل إنه هيدا انسان، يعني انا يعني معجبه باعماله لدرجه انه اهديه قصيده ولا اغنيه، ايه. بس لحديت هلا ما صار هيك. اللي صار دائما كان مرتبط بلبنان بسيادته بتحريره، وكنت عم حس انه كل طاقاتي وكل تفكيري وكل اللي بقلبي وكل اللي بحب اعمله هو للبنان وللبنان بس. بمين انت معجبه اليوم؟ انه في كتير شخصيات بحسهم هيك جيدين جدا، شخصيات سياسية. لمين بتحبي تهدي غنية اليوم؟ ما قلت لك قبل شوي انه لما 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 ينوجد هذا الشخص لما ينوجد هذا الشخص بغني له. لحديت هلا انا ما غنيت لشخص. كيف بتفسري مشاركتك اليوم، مشاركتك الدائمة بالحفلات اللي عم تقام بقصر بعبدا؟ هل هي نتيجة اقتناع أم هي تقرب من الحكم والعهد الحالي يلي وضع بيوم من الأيام فيتو على ماجد الرومي؟ بالأصل الجمهوري هو بيت كل اللبنانية، بيت الشعب. أي، وأنا بشرفني غني فيه، وبرأيي إنه مهم كتير إنه نحن الشعب العادي نقدر نوصل له رأينا حتى لو متواضع، لما بتنعطانا فرصة، وهي شغلة ما بتصير دايما. بعدين كنت بفهم ليه عم تسألني هالسؤال اللي عم تربط أسئلتك هيك ببعدها، لو إنه مثلا أنا أسأت التصرف باحترام فخامة الرئيس لإلي، لو غنيت له بحضوره الشيء لما بفكر غنيه بغيابه، أو لو غنيت بغيابه الشيء ما ممكن غنيه بحضوره. بس لما كانت سيادة لبنان وتحرير أرضه أساس كل برنامج غنيته بباريس، مثل بالقصر الجمهوري، مثل بمصر، مثل بسوريا، مثل بأمريكا، مثل بلندن، لربطته بشخصه، لربطته بمصلحة. يمكن أنت لازم تفسر لي ليه عم تسألني هالسؤال. وبعدين أنا بدي أقول لك شغلة، إنه هاي الحكم قدرني واحترمني
ومنحني وسام تشجيعي وما حط علي بيت ولا سكر بوجهي. باب من 4 سنوات تقريبا ماجدة رومي غنت بالأولمبيا بباريس، وبهذيك الفترة كان في حفل زفاف للرئيس الحريري، وبهذيك الفترة أيضا كانوا كل أركان السلطة وكان الدولة وزراء ونواب إلى آخره. ليش ما حدا منهم حضر حفلتك؟ بركي ما بحبوا يحضروا، بركي هني مشغولين بالعرس، هني راحوا كرمال العرس ليش بدهم يجوا يحضروني؟ أول شيء ما بعتقد في حدا ما بيحب يحضرك أولا. أوف هاي كثير سأفيد. ثانيا ماجدة رومي كان في عندها 3 أمسيات مش أمسية واحدة. نعم. وثالثا كان في دعوات وجهت لهم، ما حدا منهم إجا، يعني كان في فيتو عليك. أنا بدي أقول لك شغلي، أنا بتفهم تماما إنه مش كل الناس لازم تكون بتحبني، في ناس بحبوني في ناس ما بحبوني، هيدا أمر كتير طبيعي بالنسبة لإلي، هيدا الفن ذوق، والله اللي أنا بحبه غيري ما بحبه. بس نفس الأشخاص اللي كانوا باريس اليوم عم يشوفوك بيبقى عبدو عم يستمتعوا، بركي صاروا يحبوني هلا. بتعتقدي؟ إي بركي في شيء تغير عندك لكن عندي؟ بركي عندهم، كيف فيك تجزم بالموضوع؟ يمكن. ماجدة رومي بالحفلة اللي أقيمت على شرف الرئيس الأمريكي جورج بوش غنيتي وألقيتي كلمة، كنت خيفي عم ترشفي ليش؟ ما بعرف، كنت عندي إحساس بالرهبة وكان عندي خوف عميق من إنه يكونوا اللي عم بيحضروني عم بيقدروا يقروا اللي أنا عم فكر فيه بهاللحظة، كنت عم بحس إنه بركي لو فيني غني كلمات وكلمات بس، إنه فيش خلق بهالغنية وبقول كلمات وخلص. حقيقة كنت محرجة لدرجة انه حس حالي انه كل الناس عم تقرا اللي براسي هلا بهاللحظة، واللي كان مرق براسي ما بقدر خبرك شو كانت افكار مجنونة. والرسالة تبقى وصلت؟ يعني انا عملت واجباتي، بتأمل وبتمنى انها تكون وصلت. يعني اليوم الكلمة بتجدي نفعا. الكلمة؟ انا عم بحكي على الاغنية، انا ما أنا الاغنية فيها كلام. ايه بس هيدا موضوع مختلف تماما. في فرق كتير كبير بين الكلام الخطابي والاغاني. يعني انا برأيي انه اللي بتقدر اغنية تعمله او قصيدة تعمله مشغولة بشكل ممتاز ما بيقدر خطاب سياسي يعمله ابدا، يمكن لأنه الموسيقى بالنهاية هي رسالة القلب للقلب، يعني أسرع طريق وأقصر طريق للقلب لما بتكون مشغولة بالشكل الجيد. بعدين رح أعطيك فكرة صغيرة، شوف قديه مرقوا سنين الحرب، قديه سمعنا حكي 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 وخطابات خطابات خطابات خطابات، شو نحن حافظين من كل هالخطابات؟ بس نحن حافظين كتير أعمال وطنية انعملت. مين منا مثلا ما بيعرف كتير مقاطع من جبال السوان ولا من فخر الدين ولا أعمال كبيرة لمطربين كبار ومطربات كبار من لبنان؟ هذا الفرق بين الغنية والكلمة، في فرق بين هيدول الاثنين. الغنية اللي بتقدر تعمله الغنية بكتير مرات الخطاب السياسي ما بيقدر يعمله، الكلمة ما بتقدر تعمله ما بتقدر تعمله. الكلمة لكن الأغنية بتبقى برأيك أنت؟ إذا مشغولة بشكل جيد، إذا كانت صادقة، إذا ما كانت عم تكذب على الناس، إذا كانت ما عم بتجمل الواقع والحقيقة، إذا كانت بتجي بتقدم لك الواقع مثل ما هو. إيه أنا برأيي إنه ما في شيء بيفعل فعلا. هيدا من وراء خبرة أنا بقوله، وبثقة عميقة وبإصرار على هالكلام اللي أنا عم بحكيه. والخطابات أوقات إذا كانت خطابات طلع من القلب بتبقى بعدين. اليوم شارل دوغول خطابه الشهير بعد هلا الناس حافظينه وما بينسوا. طبعا تحكينا عن خطاب ببحر هالسنين، فيك تقول لي ما طلع شي خطاب من اول حرب لهلا هيك شي خطاب هزك؟ قل لي سطرين. خليني اتذكر شوي، انا بذكر 10452 كيلومتر مربع. اي الوحيد اللي بذكرها. اي انا كنت كثير صغير وقت بلشت الحرب وانت كمان. هذا لبنان بكلمه مش خطاب. مشان هيك بقي بذاكرتك محفور، هذا لبنان مثل ما انت بتحبه مثل ما انت بتتمنى مثل انا بتمنى كمان انا كمان طبعا. مثل انا كمان حافظه هالشيء بس على كل حال يمكن تختلف معي بالراي، هذا رايي انا. انا بلاقي انه اللي بتقدر تعمله الغنيه ما بيقدر خطاب سياسي يعمله ابدا، و
مع انه السياسي والفن توم بلاقيهم توم توم يعني توم كتير، بس بلاقي انه الفن اقرب لقلوب الناس لما بكون جدي. طبعا عم بحكيك عن الفن الراسين الجدي يلي فيه رسالة ويلي فيه كمية من الوطنية ويلي فيه كمية من الإنسانية، مأخوذ كل الأمور الحياتية فيه بعين الاعتبار. عم بحكيك على هذا الفن، أنا بلاقي إنه هذا أقرب للناس، وبلاقي إنه هو أجمل لما بيكون عم بيتعاطى مع الناس. بالنهاية لعبته هي لعبة إحياء للنفس، ما بينما السياسي بكثير من المرات لسوء الحظ لعبتها بتجيب الآخرة. ببرنامج مرايا هنالك صفحة سريعة تتضمن أسئلة سريعة وقصيرة، هالأسئلة عددها 10، راح أطرحهم عليك إذا بتسمحي راح أجاوبين عليهم بكلمة أو بجملة واحدة. هل أنت حاضرة؟ نعم. أهم حدث بحياة ماجدة الرومي؟ إني خلقت بهالحياة. أجمل يوم؟ لما خلقوا بناتي. أتعس يوم؟ لما توفى والدي. أحلى هدية؟ محبة الناس. أجمل لوحة؟ وجوه الناس اللي بحبهم. حكمتك المفضلة؟ إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. هاي للمتنبي. كتابك المفضل أو الكتاب المرجع الفردوشوفي؟ كتاب الصلاة تبعي. شعرك بالحياة؟ مثل الأبلة. الحكمة؟ مثالك الأعلى؟ كل إنسان قدر يكون رمز لبلاده هو مثال أعلى إلي. حلمك الكبير؟ إني أنا ومرأة بهالكون وبعدين رايحة منه حقق كل أحلامي اللي بلاقيها على الطريق، ولو تشوف شو كتار. إن شاء الله يكون العمر طويل وتقدر تحققي كل أحلامك. مش مهم يكون طويل، المهم إنه نقدر نعمل فيه كل الأحلام. عم تعملي خطوة ورا خطوة. إن شاء الله إن شاء الله. استراحة قصيرة مع العلي، نرجع نتابع لقائنا مع السيدة ماجدة الرومي. خليكم معنا بالطبع. مرايا لليلة لأمسية الجمعة مثل العادة. الكثير من الفنانين العالميين أشعلوا ثورة بنفوس الناس وشجعون على التمرد الاستقلالية والتغيير مثل البيتلز. هل بتعتبري نفسك بتنتمي لنفس الفئة؟ وبرأيك شو هي الأشياء قدرتي غيرتيها أو عم تحاولي تغيريها بنفوس الناس؟ بنتمي لنفس الفئة من ناحية إنه في أشياء بحب إني أغيرها بالحياة من حولي. كتير أشياء كنت حكيتك عنها قبل شوي، إنه أنا كيف بحلم بلبنان، كيف بشوفه، كيف بفكر إنه أي سلام نحن بنستحقه بعد كل هالسنين الحرب، بعد كل هالشهداء يلي ماتوا بسبيل هالأرض. شو قدرت أغير؟ حاولت انه بمضمون الاغاني اللي قدمتها للناس غير مثل ما انا بشوف صح، انه ما بعرف قد قدرت اعمل بالنهايه، يعني ما بقدر اقول لك بكلمه انه غيرت هيك، بس انه مضمون الاغاني كان هو الطلب للتغيير او الدعوه للتغيير. باحدى اغنياتك بسقط القناع تحديدا بترفضي اشياء، بتقولي اقول لا. لشو بتقولي لا؟ قد اخسر الدنيا نعم لكني اقول انا لا. ايه الغلط بقول له لا، ايه قدام ضميري وقدام ربنا. شو غلط اليوم؟ لا، انه انا ما بقدر اقبل بانه ما يكون لبنان كله النا، ما فيني اتحمل هالفكره، ما بقدر اتحمل انه كل هالناس اللي ماتوا ماتوا مش للبنان مثالي، إلو إلنا كله، ويعني متمتعين فيه بسلام حقيقي واضح مثل ما نحن منحب. ولا إيه أكيد ولا، طالما أنا بشوف غلط من حوالي أنا واجب تجاه نفسي وتجاه ضميري وتجاه ربنا وتجاه مين كل مين احترمني وأعطاني ثقته إنه إلو هالكلام هيدا. شجعت الناس بيوم من الايام على الثوره، قلت لهم قوموا نتحدى، قلت لهم قوموا بدنا نثور. هالدعوه بعدها مستمره لليوم. انا بلاقي انه السلام احلى من الحرب. انا ما بحب الحرب. بتقبلي السلام؟ يمكن كان في ظروف خلتني غني انه قوموا اعملوا كذا هيك. انا بلاقي العنف ما بيجيب نتيجه.
بلاقي انه السلام بيجيب نتيجة، انه اليوم اذا بدي اغني على عن ثورة بحب انها تكون ايجابية، بحب انها تكون اول شيء بمحاربة كمية اليأس اللي فينا، كمية الاستسلام اللي فينا. نحن بداخلنا في كمية من الاعلام البيضة يلي عم تلولح هيك. هيدي شغلة كتير مهمة، ايه هيدي المفروض انه ننفضها. ثورة على هالشي اكيد انا بروح فيه للاخير، هيدا المعنى انه ما نيأس، انه ما نستسلم لحدا. اكيد انا مع ثورة على هيدا اليأس وعلى هيدا الاستسلام، وانه حتى لو ما قدرنا نوصل لنتائج بوقت قريب، معلش حتى لو هيدا الشيء مش نحن حصدناه، حصدوه اولادنا، بس نحن ما لازم نستسلم. بفهم انك انت ضد السلام المعلب اكيد. انا ضد السلام اللي بيعني استسلام، اللي بيعني اذا بدك امر واقع، عالم ابيض. انا مع السلام يلي بيكون باساسه مبني على الحريه واحترام كل شخص لبناني. وهذا الشيء ما بيتاخد الا بالثوره. اللبنانيه بيستحقوا هاي الحريه، دفعوا كثير غالي ثمنها. انا بحترم الشعب اللبناني وبتعاطف معه بعنف وبقوه، وبقول يا ريت بقدر من هلا لاخر يوم بحياتي غني اغاني يكون مضمونه هالقد بيساعد وبيساهم بانه نوصل لهالنهار يلي بنحلم فيه كلياتنا. وهالسلام اللي عم تحكي عنه يلي كل اللبناني بيطمحوا له، ما بنوصل له بسهوله. مش مهم، مش مهم. برجع بقول لك مين نحن بالتاريخ الزمن. نحن لحظه، نحن ثانيه، جايه غير ايام وجايه غير ازمنه، ولست بد ما كل هيدا يوصل لنتيجه. المهم انه ما نستسلم هيك. انا بكره هالشغله، بكرهها لانه بحس هذا امر مؤسف، انه بالنهايه هذا انتصار علينا من بعد كل اللي عملناه، من بعد كل هالناس اللي ماتوا، هيك نسلم المفاتيح بهالسهوله؟ لا والله لا، انا مش مسلمه، انا ما بقبل. مش كرمالي انا، يعني يمكن انا ما راح اعيش لنهار شوف لبنان بعد حرب مثل اللي عاشها، بحله فرح مثل اللي انا بتمناها. بس على القليل في 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 اولاد جايين بعدنا، هن لالهم بنزرع هالشيء هيدا. اولادنا رح يشوفوا نهار واشياء حلوه ان شاء الله. بفهم منك ان شاء الله، يعني انا بتامل. بس كمان عمليه التفاؤل مهمه كثير، يعني قد ايه بنزرع تفاؤل بهالولاد وبالحياه من حولنا. انا مثلا بيذهلني كثير اني لاقي مفكرين كبار وناس مثقفين، بدك تقول يمكن بركي من الصف الاول بلبنان، مثلا اكون عم بحكي ولا عم بحضر قصيده وطنيه ونكون عم نتناقش فيها ونحكي فيها، انه شو بدك بهالغنيه وشو بدك بهالقصيده، انه هذا الشيء مثل موضوع الانشاء. وبتالم انا، يعني بتالم انه بحس انه هالقد تخلوا عن 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 ما بعرف، انه تخلوا هالقد عن هالحلم الحلو، هالقد تخلوا عنه. وانه بنفس الوقت انا ما بحس حالي عم بعمل غلط، يعني انا هيك بحس، هيك صح، هيك لازم اعمل، هيك بتصرف، بصير مذهولة، بصير بقول يا ربي مين اللي منا غلط؟ هن اللي غلط ولا انا اللي غلط؟ واذا كان هن اللي غلط، كيف مسموح انه يزرعوا من حواليهم هالقد كمية من التشاؤم؟ ما بعرف. انا بشوف انه المطلوب هيك نهضة من جوا للجميع، إلنا كليتنا، حتى لو ما بدنا نوصل على أيامنا لنتيجة، غيرنا كمان متعلق فينا، أولادنا أولاد أولادنا والأيام اللي جاي والأزمنة اللي جاي. يعني اللي بده يحصد بكرة بده يكون الناس الموجودين اليوم عم يزرعوا له، ما فينا يعني نزرع لهم اليوم شعير وبكرة يعني يحصدوا قمح. صح، أكو حالة هذا اللي عم تحكي عنها هي موجودة بداخل كل إنسان بعتقد، بس تظهرها أو تتوعى فيه صعب شوي. هيدا الشيء لازم نشتغل عليه نحن، نوعيه ونوعي هالاشياء عنده. يعني كل واحد يعمل واجباته، وكل واحد يعمل اللي بيلاقيه صح. انا اللي عم بعمله صح عم بعمله، وبتامل انه يكون هذا اللي بوصل لنتيجه. هذا المطلوب مني كمواطنه لبنانيه اني اعمله، بدون ما ساير، بدون ما جمل الحقائق، بدون ما كذب بالغنيه اللي بقدمها للناس. المطلوب كميه من الحقيقه، ومن هالحقيقة ننطلق نشوف شو الحلول. ولا شيء احنا بنشوفه وبنلمسه. انا شاكرين لك
على الاشياء الحلوه اللي عم تقدمي لنا اياها. بما انه حكينا عن الثقافه قبل شوي المثقفين، رح نحكي شوي عن الشعر وعن الغناء وعن الاغنيه. بعده مناسبات حكيتي عن اسطوانه باللغه الفرنسيه، اسطوانه بتتضمن عده اغنيات. اكثر قصائدها مختاره من نواوين فيكتور هوغو. شو صار بهالمشروع؟ ما قدرت اعمله. ليش؟ لانه اللي كانوا مهتمين انه يعملوا لي اياه كان بهمهم غير نوع من القصايد. يعني انا جبت اشياء قصايد لفيكتور هوغو، جبت لبول اليوار، جبت لجاك بريفير، لناس مثل هيك. هني ما بهمهم الناس مثل هيك، هني بهمهم اغنيه استهلاكيه تجاريه. وانا ما بهمني اغنيه استهلاكيه تجاريه، يعني انا مش بهالوقت من عمري بعد هالتجربه وكل اللي صار معي وكل الصعوبات اللي مرقت فيها لحقق اللي حققته، أنا روح بلش من صفر بفرنسا. لا، أنا منيحة مطرح ما أنا وسعيدي مطرح ما أنا، أو إنه اللي بدي أعمله برا رح يكون تكملة للي قدرت حققه لحديت هلا، أو ما بدي إياه. لا، منيحة أنا مطرح ما أنا. ليش فكرتي بقصائد هوغو أو بريفير؟ لأن أنا هيك بحب الشعر. أنا بس القصائد هي صعبة، صعبة الغناء. لا صعب. مش صعبين. وقليل هن الفنانين الفرنسيين أو المطربين الكبار الفرنسيين اللي غنوا. بركي هني ما انتبهوا لهالقصايد، ما بعرف. يعني أنا كذوق، ما كل واحد عنده ذوق بالنهاية. أنا ذوقي كان لهالقصايد هيدول، واخترت من عند فيكتور هوغو أشياء بتجنن، واخترت من عند بريفير أشياء مهضومة كتير، واخترت من عند بول إليوار كمان أشياء كتير كتير منيحة. إنه هني لا بيلاقوا إنه هيدا مش المطلوب بالسوق، إنه السوق بيطلب غير شيء، وأنا ما رح أعمل مطلوب السوق. أنا بعمل مثل ما أنا بشوف صح، مثل ما أنا بآمن، مثل ما أنا بحب الفن. أنا لحديت اليوم لما بدي أخذ مثل أعلى لإلي بفرنسا بفكر بشارل أزنافور، بفكر بإديت بياف شو قدروا يحققوا بالغنية من سنين ماضية لليوم. ما بقدر أنا أجي كمان لما يجي دوري لأني أنا غني وحقق طموحاتي انه اعمل شيء ما بقتنع فيه كرمال انا انشر بفرنسا. لا، منيحه مطرح ما انا، مبسوطه مطرح ما انا، الا اذا اجت الاشياء مثل ما انا بتمنيها. ان شاء الله تجي. ان شاء الله. هل عند مجد رومي عقده الاسماء؟ بنلاحظ انه بتختاري او بتنتقي قصائد لكبار الشعراء مثل نزار قباني، محمود درويش، منسي الحاج، سعاد الصباح وغيرهم. غيرهم هيدول ما انتبهت مثلا هو البارزين انه غيرهم الناس حتى عم بيكونوا عناوين الكومباكت ديسك عم بيكونوا منسوبين لهالشعراء. قولي ما بهم كلمات مع جريده ما بهم، بس ما شفت انه مثلا بالاشرطه بيبقى في شعر لناس معروفين اقل او لناس موهوبين ومنطلقين جديد. لكن التركيز بيكون على الاغنيه. تقولي اكيد انا عندي عقده القصيده، ولا مره ما كان عقده الاسم عندي اياها، لأن ولا مرة ما بفكر إنه الاسم بيقدر ينقل العدوى لحدا تاني. يعني أنا مش لأنه مثلا أستاذ نزار قباني شاعر عظيم لازم أنا أصير عظيمة، أنا لازم أخذ قصيدة عظيمة وحاول إنه حط روحي فيها وصوتي فيها، وحاول أنا كمان أكون جيدة. بس مش لأنه هو عظيم أنا بصير عظيمة، هيدا يعني تفكير مش سليم، مش طريقتي هاي بالتفكير. هلا عم تقولي فيكتور هوغو، بريفير، ايه هدول لانه حبيت من عندهم قصايد. فيك تحبي من عند غيرهم كمان؟ ايه كان اكيد فيني احب من عند غيرهم بهيداك الوقت. هدول اللي لقيت عندهم او هدول اللي انا بعرفهم. ما بدعي اني بعرف كل الناس اللي بيكتبوا بفرنسا مبلشين جديد، يعني لان انا مش عايشه بباريس، بس هذا ما بيمنع ابدا انه لو كانت اجتني قصيده مكتوبه كثير حلو من شخص مش معروف كنت اخذتها. واكبر دليل على هلا عم بحكيك عنه انه مثل ما قلت لك ارجع للاشرطه وشوف، بتلاقي انه هذا الكلام في كثير ظلم لإلي. البعض بيشوفوا انه اغلب اغنياتك الاخيره ولا سيما القصائد المغنات ابعدتك عن الناس الى حد ما. بمعنى اخر هالاغنيات كانت صعبه الحفظ، وبالتالي كان من الصعب على الناس يرددوها ويحفظوها. شو رايك؟ لا، ما بعتقد هيك مزبوط، وما ولا مره حسيت حالي قريبه للناس مثل ما انا حاسه هلا بالسنين الاخيره. واللي صار مؤخرا انه من بين كل البرنامج اللي انا قدمته بجرش وبمصر، انه الناس كانت عم بتردد معي كلمات كلمه كلمه، وبيروت ست الدنيا كلمه كلمه، وسقط القناع وغير قصايد غنيتها. معناته هيدا اكبر اثبات على انه هذا الكلام مش مزبوط ومش سليم. على كل حال بضل في، مثل ما قلت لك، انا بقدر افهم انه الناس، في ناس ما بحبوا هالنوع من المغنى،
الشعر القصايد، يعني انه في ناس ما بتحب بتفضل الغنية العادية، هذا ذوق. بأسوانة مع جديدة كان في غنيتين يعني كانوا الهيت او اكثر غنيتين ضربوا بالاسطواني، كانت مع جريدة وكان في كن صديقي يمكن. نعم. ليش بس هالاغاني هولي برايك ضربوا؟ من الله، ولا انا كنت بحب انه كلهم يضربوا، بس هيدي كمان ربك بيعرف ليه، والا لو كنا بنعرف ليه كنا كلياتنا بنعمل كل الاغاني هيت من اول الشريط لاخره. شو برايي ماجدة رومي انجح اغنيه غنتها؟ انا بحب الاغاني الوطنيه اللي غنيتهم، سقط القناع او ست الدنيا، ايه كل هيدول. كيف بتفسري اعاده تلحين قصيده لبسوا الكفافي للشاعر طه الحيدر من قبل الفنان مرسال خليفه واعطاء للفنان اميمه الخليل؟ يعني هيدي شغله مش مستحبه حقيقه، بس انه بفهم انه بتصير وصار، وانا بحب الغنيه بصوت اميمه، اميمه غنتها حلو. انحكى بوقت من الاوقات عن مشروع تعاون بينك وبين مرسال خليفه والمشروع طار، هل عرفنا شيء عنه؟ ليش؟ الظروف ما ساعدت انه نحقق هالعمل، بس انا بحترمه وبقدره وبتمنى انه تنوجد على طريقنا ظروف افضل نقدر نحقق هالعمل سوا. اليوم العديد من الاغنيات القديمه عم ترى تتوزع، عم ترى تتغنى من جديد، عم ينعاد تسجيلها. ماجدة رومي كنت انت السباعه بهالموجه، بما انك غنيتي التوبه لعبد الحليم حافظ ولا مش انا لبكي لعبد الوهاب، برايك ليش نجحت التوبه اكثر؟ مين بيعرف، بركي لانه الناس انبسطت بهديك اكثر، او لانه السبب كمان. لا لا بعدين انا بدي اقول لك شغله، يعني بالنسبه لا مش انا لبكي، انا ما بعتقد انه اخذت الفرصه المضبوطه انه قدمها للناس. انا غنيتها على العود هيك بشكل عفوي بالكويت، بالكويت واتخذت هيك من هالحفلة ونزلت بتسجيل سيء، يعني مهما يكون ديريكت ومسحوب عن كاسات وكلام مثل هيدا، اكيد ما كانش معهم الريل الاساسي لما نزلوها. ولا مش انا لبكي اغنية بتحمل توزيع كتير، هي ستيلة بيحمل توزيع كتير، فما اخذت حظها انه تتقدم مثل ما لازم تتقدم للناس. طيب ليه ما رحتي غنيتيها بغير حفلات؟ لازم، انا بحبها كثير، لازم. يعني الطرب بتحب الطرب؟ ايه اكيد. منك بدي كثير عنه؟ ايه ليه لا؟ كنت بتفكر انه انا ما بحب؟ كنت بفكر هالشيء. ليه؟ بحس انه اغنيتك بتميل اكثر لجو ثاني. بركي لانه طبيعه الصوت نفسه بتاخذني لهالمطارح. يعني بتلاقي نفسك اكثر هونيك. ايه كل واحد يعني لازم ياخذ طبيعه صوته بعين الاعتبار. من مغنى عبد الوهاب. ايه طبعا، لانه انا ما بعتبر انه صوتي فيه كميه الشرقيه اللي بصوت عبد الوهاب، كميه من الشرقيه يلي بصوت عبد الوهاب. من هيك بس انا كثير بحب الطرب وبستمتع بسماعه، يعني لكثير ناس بغنوه. مثل مين؟ اسمعان، عبد الحليم، عبد الوهاب، كل هالكبار اللي غنوه، بس كثير بحبه بصوت اسمعان، بحسها هيك أميرة بس عن جد عم تغني، يعني كل شيء فيها أمير حتى صوتها. لنحكي شوي هون ماجدة رومي عن أسطوانتك الجديدة، هالأسطوانة كان في كثير صعوبات، واجهتها صعوبات ومشاكل، كنت مفكرة تنزليها على السوق من سنة تقريبا، ومرقت بمرحلة دقيقة رح نحكي شوي عنها، هي مرات زوجك. يمكن الناس ما بيعرفوا زوجة سيدي ماجدة رومي أنطوان تفوني صار في معه كريزة أو نوبة، عمل كريزة قلب. نعم. هالمرحلة شو بتحبي تقولي عنها؟ كيف تختصريها أو كيف عشتيها؟ عشتها، كانت تجربة فريدة هيك بحياتي، وكانت صعبة كتير، وكانت لها ساعات مرقوا أول ما هو صار له هالكريزة، وبعدها بشوي حسيت إني أنا بريت الوقت، كأن راسي هيك شي صفحة بيضة، إنه مش عم بقدر أفكر. حتى أنا اللي بصلي كتير بهالوقت كان يمكن ما عم بقدر ركز تصلي حتى، وكان قمة المضحك المبكي بهاي القصة لما فاتت صديقة لقلنا على أنطوان وقالت له شوفي أنطوان إذا متت بقتلك. كان حقيقة تجربة بتمنى أنه ما تمرق على ولا حدا. أي ما، وهي اللي أخرت الشريط، وأنه كان في ظروف البيت كانت عم بتكون إلى كل الأهمية وكل
كليتنا هممنا أطوان والبيت بهالمرحلة، فتأخر شريط هالقد كتير. وكيف صديقتك اليوم؟ يا الله، عم خبرك ما بقدر انسيها هالكلمة. كان ما مش عم تعرف شو بدك تعمل، بدك تضحك بدك تبكي. قلت له إذا متت بقتلك. لنحكي شوي عن هالقصان مثل ما قلنا. شو عنوينها؟ رسائل، لأن فيها كتير أغاني بعتبرهم رسالة. مثلا قانا، هي رسالة من قانا. يعني رسائل مش عنوان أغنية وحدة، عنوان شامل للكاسات كله. هاي لرجعك لقبل شوي عم تقلي أنه أنا بحب مثلا أنه لأنه معي شاعر كبير سمي كلمة، أو لأنه ما بعرف أنه مع جريدة أنه كلمات بقلي. لأنه كانت قصيدة عظيمة سمينا الشريط كلمات. كن صديقي لأنه القصيدة عظيمة سمينا كن صديقي. بس ما فيك تسمي بكل أسامي الأشياء الثانية اللي بتحبها بالشريط. كمان بتاخد بعين الاعتبار أنه قديش هالاسم جديد، قديش قادر يقدم شي ملفت وحلو للناس. بس أرجعك للسؤال اللي قبل شوي تقلك أنه مش ضروري أبداً أنه لأنه معي شاعر كبير اسمه إكس ولا إجريك ومسمى الشريط لأنه معي هالشاعر. مع احترامي لكل الناس، القصيدة دايماً هي المهمة. ورح ارجع اكرر لك ليش، لان انا ما بفكر انه اسم بيعدي اسم. كل واحد منا بده يصنع نجاحه بايده. رسائل شو بتتضمن؟ 11 غنية بس قصار هالمرة، صغار و قصائد او باللغة المحكية؟ لا، في قصائد وفي كتير هالمرة بالاغاني باللهجة اللبنانية. وفي 2 وطنيات من قانا، من شاعر استاذ أنري صغيب، والحان استاذ إلي شويري، توزيع استاذ عبدو منذر. بسود الليل، هي بتحكي عن كل الوضع العربي، وشعرها ولحنها لاستاذ إلي شويري. وفي للبابا وحده، غنيه وحده، والباقي هني اغاني وقصايد حب. الاسفان رح تنزل ايمتى؟ قريبا، يعني لازم قبل 15 يوم تكون صارت بالسوق ان شاء الله. نحن ناطرينها. ميرسي. باكثر من مناسبه اشتركوا عدد فنانين اجانب وفرق عالمي بعمل واحد او باغنيه واحده. مجموع بيع الاسطوانات بيعود ريعه لمشاريع خيريه من اجل الفقراء، الاطفال، مرضى السيدة وغيرهم. اذا طلب منك هيك مشروع، شو الهدف اللي معقول يهمك اكثر شيء؟ يعني شو القضيه معقول تهمك اكثر شيء؟ الأيتام والمسنين بلبنان بهموني كتير. هيدول القضية قبل أي قضية بفكر فيها. بين هلالين هون بنحب نحكي شوي عن الحفلة اللي أقمتيها بالوساطة التجاري بكنيسة مرجرس. حكينا شوي عن الحفلة إذا في مجال. هي كانت حفلة ريعة للمهجرين لتحسين ظروف حياتهم. وكانت أول حفلة بعملها يعني أول مرة كان إلي شرف المشاركة بهالنوع من الحفلات يلي بيروح ريعة لمساعدة المهجرين تحسين ظروف حياتهم. وهيك إذا طلب يجتمع اليوم عدد فنانين مع بعض، هل بتقبلي أم عندك شروط معينة؟ أكيد بقبل. شروط معينة هل بيهمك طول دور أو لا؟ لا، المهم حس حالي أنا إنه قادرة أعمل شيء بهالدور وإنه هو المناسب لإلي. هل بتهمك نوعية المشاركين أو المشتركين بالأغنية؟ أكيد بهمني كتير. في ناس بيزبطوا مع بعض، في ناس ما بيزبطوا مع بعض. مثل مين مثلا؟ مين بتحبي اليوم؟ لا، ما رح أقول لك، ما هني معروفين بدون ما أذكر لك ياهن، يعني بدون ما أحرش حدا وزعل حدا. هني معروفين اللي بيمشوا مع بعضهم واللي هني مناسبين لبعضهم واضحين. يعني بفهم منك إنه عددهم كتير قليل. إيه أكيد. أربعة خمسة؟ أربعة خمسة. أربعة خمسة. ببرنامج مرايا مثل ما صاروا يعرفوا المشاهدين، في عنا زاوية ثابتة هي زاوية الاختبار الشخصي. هالزاوية رح تسنحنا الفرصة أو تساعدنا على اختبار شخصية ماجدة الرومي. هالاختبار مقسم إلى أجزاء ثلاثة، في عنا جزء الانفعالية، جزء النشاط والحيوية، جزء الثانوية. الثانوية هي كلمة مش سهلة، يعني سكونداريتي، هي صفة تنطبع على الناس يلي ما عندهم ردات فعل فورية على ظروف. رح نبتدي، انت حاضرة؟ نعم. اختبارنا الأول مثل ما قلنا اختبار الانفعالية، هل بتاخذي أمور تافهة على محمل الجد مع أنك بتعرفي إنه ما لها أهمية؟ هل بتضطربي لأسباب بسيطة أم الأحداث الخطيرة فقط بتجعلك مضطربة؟
لخاطرها فقط. هل بتنفعلي بسهولة أم تتقبل الأمور مثل ما هي؟ بتقبل الأمور مثل ما هي. هل بجرحك بالعمق انتقاد حاد أم ملاحظة ساخرة أم تتقبل الملاحظة بلا ما تنجرحي؟ لا بالجرح. هل بتضطربي بسهولة بسبب حدث غير مرتقب؟ هل بتنتفضي وقت بين يديك حدا فجأة؟ هل بتصفري أو بتحمري بسهولة أم بيصعب اضطرابك؟ لا مش بسهولة بحمر بصفر، يعني عم تسألهم كتير بسرعة. إذا عم بقدر ألحقك على المزبوط بكون لقط هالشقفة من سؤالك. بدك أرجع أطرحه مرة تانية أو ماشي الحال؟ ماشي الحال. هل بتتحمسي أنت وعم تحكي؟ هل أنت الصوت العالي بالنقاش؟ هل بتحسي أنك بحاجة لاستعمال ألفاظ عنيفة وكلمات معبرة أم تتكلمي دون عجلة بطريقة لايقة وهادية؟ بطريقة لايقة وهادية. هل بتتوتري قدام مهمة جديدة أم تتعاطي مع الوضع بهدوء؟ بتعاطى معه بهدوء. هل بتنتقلي من نشوة الإحباط من الفرح للحزن والعكس بالعكس بدون سبب وجيه أو حتى دون سبب ظاهر أم أنت إنسانة متوازنة الطباع؟ لا مش متوازنة الطباع. هل بتراودك شكوك والحيرة بشأن أعمال دون أهمية؟ بدون لا. أم أنك ما بتعرفي حالة القلق إلا استثنائيا؟ إذا اعتبرت استثنائيا عمل مهم، إيه بكون الشقفة الثانية. هل بيصادف أوقات أنك تكوني متأثرة كثير فبيصير يلي بدك تبلشي فيه مستحيل مثل خوف بيمنعك من التحرك أم خجل بيشد لسانك أم أنه هالشيء ما بيصير إلا نادرا أم ما بيحصل أبدا؟ ما بيصير إلا نادرا. اختبارنا الثاني واختبار النشاط، هل بتشغلي نفسك بنشاط خلال أوقات فراغك؟ دراسة، نشاط اجتماعي، عمل يدوية أو حرفية؟ أم تستفيدي منها للراحة؟ أم تبقي فترة طويلة ما بتعملي شيء، تحلمي وبتسهي فقط؟ نعم، بالأول أول خيار؟ نعم. هل بتقومي بجهد كبير لتنتقلي من الفكرة للتنفيذ؟ أم بتنفذي فوراً يلي قررتيه دون صعوبة؟ فوراً. هل بتتراجعي بسهولة قدام المصاعب أو قدام مهمة متعبة؟ أم على العكس الصعوبات بتحمسك وبتدفعك لبذل مجهود؟ الصعوبات بتحمسني. هل بتقومي باللي عليكي فورا؟ كتابة رسالة، تسوية قضية، أم بتميل للتأجيل والرفض؟ لا ما بميل للتأجيل، الأبلة. هل بتاخذي قرارات فورية حتى بالحالات الصعبة؟ أم بتميل للتأجيل؟ لا باخذ قرار فوري. هل أنت كثيرة الحركة؟ بتنتفضي من الكرسي، بتروحي وبتجي بالبيت دون أي عاطفة قوية؟ أم أنت عادة جامدة بغياب أي إحساس قوي؟ شو يعني؟ بدك تفسر لي شوي هالسؤال، شو يعني جامدة بغياب؟ انه ما فهمته. طيب رح نرجع نطرح السؤال مره ثانيه بطريقه افضل. هل انت كثيره الحركه؟ اذا انت معصبه بتنتفضي من الكرسي بتروحي وبتجي بالشقه دون اي عاطفه؟ ام على العكس انت جامده عاده بغياب اي احساس؟ جامده بس مش بغياب اي احساس. اذا كان في تغيير مفيد بحياتك هل بتترددي بالبدء فيه اذا عرفت انه بيطلب منك مجهود كبير؟ أم تتراجع قدام العمل اللي بدك تبلشي فيه بتفضل الاكتفاء بالوضع الحالي؟ لا ما بتراجع. إذا أعطيتي أوامر بتنفيذ عمل ما هل أنت من النوع يلي ما بيهمه النتيجة المهم أنك تخلصتي من العمل أم على العكس بتراقب التنفيذ وبتتأكدي أنه كل شيء متمم جدا حسب الشروط وبالوقت المحدد؟ براقب التنفيذ. اختبارنا الأخير واختبار الثانوية، هل بعمل ماجد الرومي بتفكر بالمستقبل البعيد مثلا الادخار لشيخوخة أم بتفكر بالعواقب البعيدة لأعمالها أم تهتم فقط بالنتائج الفورية؟ بالادخار لشيخوخة. هل بتوعي كل شيء بيحصل لك وتتحضري له دراسة الخطط تقدير للحوادث المرتقبة أم تتكلي على حدسك؟ شاف الأولانية. هل عندك مبادئ صارمة تأيدي فيها أم بتفلي التأقلم مع الظروف بليونة؟ أنه لا بفضل أنه أتأقلم مع الظروف. هل أنت ثابتة بمخططاتك أي بنية اللي بلشتي فيه أم تتركي المهمة قبل ما تخلصيها؟ لا ما بتركها. هل أنت ثابتة بعلاقاتك بتحافظي على صداقات الطفولة بتزوري نفس الأشخاص والأصدقاء أم بتبدلي أصدقائك غالبا بدون سبب وجيه وتقفي تشوفيهم؟ لا جدا ثابتة. بعد غضب شديد هل أنت ساري بالوفاق ترجعي مثل ما كنتي قبل وبتنسي الأمر أم بتضلي سيئة المزاج أم أنت صعبة بالوفاق حقدك بيستمر؟ لسوء الحظ إني ما بزعل إلا نهار.
انه الشقفه الاولانيه مش عم بقدر الحقك على المزبوط. رح نرجع نعيده مره ثانيه. لا انه الشقفه الاولانيه نعم. هل عندك عادات تتمسكي فيها؟ هل بتحبي تردي الامور الى طبيعتها؟ أما أنك بتنفري من كل ما هو اعتيادي ومرتقب؟ ما بحب الاعتياد. هل بتحبي الترتيب والتعادل والانتظام؟ أما أنه الترتيب ممل بالنسبة لك؟ لا بحب كثير الترتيب. هل بتحضري مسبقا كيف بدك تمضي وقتك؟ هل بتحبي التخطيط وإعطاء المواعيد وتنظيم البرامج؟ أما أنك بتدخلي العمل دون نظام محدد مسبقا؟ لا بحب خطط. وقتها بتعتمدي رأي، هل بتمسكي فيه بعناد؟ أما أنه فكرة جديدة بتسحرك؟ بتبدلي رأيك؟ لا بتمسك فيه. نتيجة الاختبار بآخر الحلقة رح توقف لمرة تانية مع العلم، نرجع نتابع لقاءنا معك. خليكن معنا أعزائي المشاهدين. مجد الرومي هل أنت سعيدة؟ إيه عقد ما بيقدر الواحد يكون بهالحياة، إيه بعتبر نفسي سعيدة. كيف تفهم السعادة؟ بفهمها نوع من السلام العميق، يعني هيها سلام عميق. وراء هالهدوء الموجود عندك، هل هنالك طبقة من الجليد أم بركان من النار؟ لا فيني أكد لك إنه ما عندي جليد، بركان نار. إنه إيه بحس إنه في كتير أشياء بتشعلني دايما، كل شيء، بيتي، الناس اللي بحبوني، الفن، في كتير أشياء بتخليني دائمة الاشتعال، بس ما عندي أبدا جليد. هل تعتبري نفسك رمز لجيل جديد؟ لا ما بقدر اعتبر نفسي هيك، بس بتمنى اكون هيك. مين بتعتبري منافسة او منافسة ماجد الرومي بين المطربات الجدد او المخضرمات يعني من جيلك؟ كل فنانة بتسعى بجدية انها تكون رمز لبلادها. هنالك بعض الفنانات اليوم يلي عم بيحاولوا يقلدوا ماجد الرومي، شو رأيك بهالظاهرة؟ حلو، هذا شيء كتير منيح انه صار عندي اشياء منيحة لدرجة انه تتقلد، هذا فخر لإلي. لأي اغنية بتوقعي النجاح الساحق اليوم من اغنيتك الجديدة؟ انا اقول لك المزبوط، بتمنى انه الكل ينجحوا ويكونوا كلهم هيت، بس النجاح ساحق هيدا ما بقدر احكي فيه هيك، يعني انا علي انه اعمل اغاني منيحة والباقي على ربنا. بتمنى انه يكونوا كلهم اغاني ساحقه. بين هالفنانات الجداد يلي اليوم عم يبرزوا او الوسائل الاعلاميه عم بتساعدهم للبروز، برايك انت او مين بيعجبك بيناتهم؟ في كثير ناس منيح. بتحبي تسمي؟ انه اذا سالتني عن اسم فيني جاوبك، بس انه حتى جاوبك جواب دقيق لازم ركز وفكر. مزبوط، هلا ما معنا كثير وقت. بعد الكارنيجي هول، الألبرت هول، الأولمبيا، بالي دي كونغري، كازينو دو ليبان، جرش، قرطاج، ومؤخرا القاهرة، لوين رايحة ماجد الرومي؟ لمطرح ما العمر بيوديني. لوين معقول يوديك العمر؟ مين بيعرف؟ والطموحات والأمنيات. أبعد مطرح بقدر أوصل له، صدقني، يعني بسعى بجدية وبحماس كبير، وما في شيء بيسنيني ولا بيخليني اتراجع عن انه حقق احلامي الكبيره بالفن، وما بعرف وين بقدر اوصل. بجاوبك بعد شوي. كيف كانت السهره الاخيره او الامسيه الاخيره اللي قدمتيها بباريس بالبالي دي كونغري؟ كانت حلوه كثير، وكانت من الليالي يلي انا كنت عم غني بفرح كثير كبير. شو غنيتي؟ غنيت كثير من الاغاني الجديده اللي عملتهم، كثير يعني، كان البرنامج وقته تقريبا ساعتين ونص، وكنت سعيده بتجاوب الناس مع هالجديد، كان تجاوبهم عظيم، واكيد غنيت اشياء قديمه وغنيت اغاني وطنيه من اللي تعودوا يسمعوه، وهيك هذا كان البرنامج. مش من السهل انه الفنان يدخل العاصمه الفرنسيه او باريس تحديدا ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات او اربع سنوات. مزبوط. هل كنت خايفه قبل ما رحتي اخر مره؟ دائما القلق بيرافقني، هي مهنه بضل فيها قلق على طول، انا بسميها مهنه القلق الدايم. لا بالنجاح بيخلص القلق ولا بالخيبه بيخلص القلق، كان في عندي قلق. انحكى مؤخرا وقت كنت بالقاهره عن فيلم مصري او مسلسل مصري او مسرحيه او اوبيرات مصريه. هل شيء صح؟
فيلم ايه مع استاذ يوسف شاهين، عرض علي فيلم ولسوء حظي انه شعرت انه هذا الدور مش هو اللي بقدر انا اقدم فيه المطلوب مني اني اقدمه، فما قدرت اعمله. ماجدة رومي، تعودنا عليكي على طول بإطلالات متجددة، يعني بتطلي بتجيبي معك أشياء الناس مش معودين عليها. اليوم أو بالمستقبل أو بكرة كيف بتفكري ترجعي للجمهور بأي حلة؟ هل بريسيتال عادي؟ هل باستعراض؟ أي مسرحية؟ بحب أرجع بمسرحية، بحب أرجع باستعراض كبير، بس ما بعرف قديش هيدي اشياء بمتناول الايد مثل ما انا بفكر انه لازم تكون. اذا ما كانت بمتناول الايد مثل ما انا بحلم انه لازم تكون، اكيد بكتفي بريسيتال وبشتغل شغل عميق على انه تكون الاغاني اللي عم بقدمها فيها مضمون جديد، فيها اضافه على اللي عملته، فيها فتح شباب مسكر بعد ما فتح لهلا. يعني على طول انا بحاله بحث عن الافضل لتجويد اغنيتي اللي بقدمها للناس. بس ما بكون عم بقول لك سر اذا قلت لك انه انا حلمي الكبير اني اعمل سينما وما قدرت اعمل، وحلمي الكبير انه اعمل مسرح، ولحد هلا بحس انه في كتير اشياء عقبات بطريق هيك خطوه، بدءا من السيناريو ل الظروف الانتاجيه اللي بتخلينا نقدم هالعمل المبهر بكل معنى الكلمه، مثل ما بيطلب المسرح انه يكون العمل المسرحي. فما بعرف شو رح اقدر اعمل، بتامل انه اقدر اعمل كل هالاشياء بالمستقبل القريب او البعيد، ما بعرف. بعد هالسفرات وهالحفلات وهالزقيف وهالصخب وهالعجقه، هل بتفكر شي ماجدة رومي اوقات بينه وبين نفسها تاخد عيلتها وتروح تعيش في جزيره نائيه؟ لا واحد ما لا لا ليه؟ لا، في كتير ناس بحبهم وما بقدر استغني عنهم ابدا، هدول جزء من حياتي وجزء من يومي، وانا ما 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 بقدر اتخيل نفسي بدونهم. لا لا لا، ما بحب ابدا اعيش لوحدي، ولا حتى كان مع عائلتي. يعني لان انا صحيح عندي عائلتي الصغيره اللي انا بعبدها، بس عندي عائلتي الكبيره اللي انا متمسكه فيها، وعائلتي الاكبر يلي هي العائله الفنيه يلي اذا بدك اشتغلت كتير لأقدر وطد أعمل نوع من العلاقة المتينة جدا بيناتنا. هدول مش رح تنازل عنهم بسهولة هيك، لا ما بدي أعيش لوحدي. كيف علاقتك مع الفنانين؟ منيحة عادية يعني. هل بتلتقوا وقت للتاني؟ هل قليل على عشاء على غدا؟ قليل، بمناسبات قليلة كتير. ماجدة رومي، اليوم لما كنت بتغني شو كنت تحبي تعملي؟ تعرف أنا كنت أحب الأدب كتير، وكنت اكتب انا وصغيره. يعني كان الاولاد يلعبوا بيت بيوت، كنت انا اكتب قصص صغيره وهيك واريهم للماما. كان عندي هالميل، يمكن كنت بكون عم بعلم عربي. شو بعرف بغادك تكتبي اليوم؟ نعم بغادك اليوم تكتبي؟ بكتب دائما، بكتب الي. في شيء غنيتيها لا، انه هيدا موضوع اذا بدك صفحه بحب خليها مطويه، لانه فعلا ما بتستحق انه نحكي عنها. لو اليوم في عندك الفرصة أو الفرصة سمحت لك تقابلي الله سلام على اسمه لمدة 5 دقايق، شو بتقولي له؟ خلص لبنان فقط. بتطلبي شيء شخصي؟ هلا إذا بدي كثير، عم تقلي طلب واحد؟ إذا حقيقة طلب واحد قول له خلص لبنان، إذا اثنين قول له خلص لبنان وحمي عائلتي، وإذا ثلاثة بقول له خلص لبنان وحمي عائلتي وكون مع مع أهلي كلهم، إذا أربعة بقول له خلص لبنان وحمي عائلتي وكون مع عائلتي الأكبر وكون مع كل الناس اللي بحبهم وين ما كان. أي مطرح حدا بعوز منك هالبر الأمان، كون فعلا بحياته هالبر الأمان، لأنه بالنهاية ما في إلا أنت. هولي أربعة في كتير، هلا بدي أعدك إياهم كلهم. أنا كاثوليك. ثلاثة لا، بس إذا بدك من هلا لبكرة بقول لك شو عندك. ماجدة رومي، أنت أم لبنتين، هل مفكرة تكبري شوي العائلة؟ يا ريت. ما كتفي الوضع الحالي. ما بعرف إذا كان عندي الوقت لأنه أقدر أكبر هالعائلة. أنا كتير بحب الأولاد وكتير بنبسط بالأمات يلي بيبقى معهم 5 ولا 6، يعني مثل من زمان مش مثل هلا. كل
المدام عندها ولد ولا اثنين وخلاص، يعني ما بعرف انه حلوة العائلة، مستحلية عائلة كبيرة، بس انا ظروفي مش كتير بتساعدني انه يكون عندي هالعائلة الكبيرة. ما بتخافي توصلي لنهار تقولي تندمي تقولي يا ريت كان في عندي عائلة اكبر؟ ما بعرف، ان شاء الله ما يصير هيك، ان شاء الله ما يصير هيك. راشد رومي، هون بوصل لسؤالي الاخير. احكينا عن كتير اشياء، هل هنالك شيء معين بتحبي بعد تحكي عنه ما حكينا عنه؟ ما بعرف، لا انه مش شيء معين مارق بفكري هلا، بس ان شاء الله يسامحونا اللي عم بسمعونا الليلة انه حكينا كتير سياسي، مش قصدي ابدا، الا انه ابقى بالشق الوطني للاشياء وببساطة مواطنة من لبنان احكي اللي حكيته. بالنهاية يمكن في كتير ناس فيهم خير وبيقدروا يساعدوا هالبلد، وانا امنيتي الهم انه ينوجدوا بظروف يقدروا يساعدونا ويساعدوا حالهم ويساعدوا هالارض. ماجدة رومي، نتيجة الاختبار طلعت. نعم. واظهرت انك سيدة باردة الطباع، تنتمي الى فئة باردي الطباع. وباردو الطباع هن اصحاب مبدأ، بيحترموا المبادئ، بيحترموا المواعيد، موضوعيون وجديرون بالثقة، رزينون، مزاجه المعتدل، أعصابه الباردة بصورة عامة. هن أيضا صبورين ومتصلبين وغير متصنعين، وطنيتهم عميقة والديانة عندهم طابع أخلاقي، بيتمتعوا بروح النكدة وبيحبوا الأنظمة المعنوية والصفة المهيمنة القانون. شو رأيك؟ مزبوط كتير. نجحنا يعني؟ اي اكيد. عظيم. في كتير اشياء صايبيني صح، ولو انه فيني اكد لك انه في مطاري حسيت انه ما عم بقدر كون يمكن الحقك 100%، لانه هو سؤال بس اني 10 بكل سؤال. قد ما فينا عملنا. انا بحكي بسرعة عادة، بس الوقت شوي دهمنا. ماجدة رومي، انا بشكرك لوجودك ولحضورك معنا، اكيد كانت سهرة مميزة، أكيد اليوم نسبة المشاهدين كتير مرتفعة عم يشوفونا. هون سؤال بدي أدخل هون بسؤال واحد في مداخلة صغيرة. ليش طلعتك العالمية أو طلعتك العالمية كتير قليلة؟ بعتقد إنه هالمقابلة هي الوحيدة من بعد 4 سنوات، ليش؟ لأنه الكترة مثل القلة، لما ما عندي شيء بحكي بقعد بالبيت، وإذا كل يوم بدي أحكي نفس الحكي اللي حكيته بحس إنه بفكر إنه الفن ما لازم يصير عادي، إذا صار عادي بيفقد رهجته، مطلوب يبقى له رهجة، هيك أنا بفكر. منيح قبلتي اليوم تجي معنا وتكوني ضيفتنا. يعني بالعكس، هيدا كان فرح حقيقي إني ألتقيكم بهالمؤسسة الكريمة، شكرا لاستقبالكم إلي، لاهتمامكم باستضافتي، وبتمنى لكم التوفيق لكم جميعا. هذا شيء لسان حالنا، نحن أيضا نتمنى لك الخير. نتمنى انه كل مشاريعك ومشاريعك وامنياتك واحلامك تتحقق شوي شوي، حال العمر بعده قدامك. ماجدة رومي، اكيد المشاهدين كانوا ناطرين اليوم يسمعوا شي غنيه او يقولوا شي كليب او اغنيه، بس المقابله مش مثل باقي المقابلات. على كل حال انا اشتغلت على شيء، وبعتقد انه نجحنا انه نعمل لقاء مش مثل بقية اللقاءات، والكلمات اللي حكيناها كانت كلمات مش مثل كل الكلمات وبقية الكلمات. على كل حال، موعد مع ماجدة رومي بيتجدد كل يوم، لأنه كل يوم على أثير الإذاعات، المحطات، التلفزيونات، فينا نستمع لأغانيها، فينا نشوف كليباتها، وهي على طول موجودة معنا بالقلب وبالروح. تسلم. أهلا وسهلا فيكي مرة تانية، مرحبا فيكي بالإم تي في. لقاءنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس الوقت نهار الجمعة 9:30. شكرا لفريق العمل، شكرا لكل اللي تابعونا الليلة. شكرا كبير للسيدة ماجدة رومي. شكرا لك، أهلا فيك.